Okay. Next, number five. Who would like to do number five? Who would like to do number five? شو نمبر 5 تحكي لي؟ They didn't see me. ما شافوني. هذا الجزء بالماضي. They ايش in my direction؟ كانوا ما يتطلعوا باتجاهي. ما شافوني. They didn't see me. They weren't looking. Okay, هاي 6. 5, sorry. ما كانوا يتطلعوا in my direction. They weren't looking. Miss Russia, number 6. نعم أستاذ. Yes. The weather was bad. It was very cold and it was snowing. Good job. It was snowing. All right. Number seven. أجاوب أستاذ؟ مين قلنا في ري... مين مس رشا ولا انت رشا عملتي اللي قبلها؟ أنا عملت قبلها بس ممكن أعمل اللي بعدها. اوكي خليك الى واحده بعدين. مس ريم تمام. جنيدي، مرحبا أستاذ. اهلا وسهلا مس، حي الله، تفضلي. I saw you in your car. Where were you going? Where are you going? اوكي وننتبه where هاي معناها اين، وعشان نكون سؤال بال past continuous وين بتصير الواز والوير؟ بالأول نحط where بعديها السبجكت you بعديها الفيرب ing going go plus ing unless tick where were you going. وهاي هنا كثير كثير ناس تخربط فيها، بتفكرها وير يعني كلمتين وير، هي وير أين، وير الفعل المساعد اللي هو بمعنى كنت أو كنتم، وير were you going وين كنتوا رايحين أو وين كنت رايح. ننتبه وير هاي verb to be بمعنى كنت. مس إيناس نمبر 7 8 سوري. Hello, يس number هاي 8. I saw Kate a few minutes ago. She was looking for me. All right, again, she? She was looking for me. For you. Sorry, for you. Yes. طيب هاي يعني ايش مس، كيف عرفتي انه continuous؟ لانه مبين انها محادثة صح؟ لأنه إيه نعم محادثة Yes و بالضبط، ف time of speech أول part كان بسيط ماضي. يعني شكرا، ماضي لانه ماضي بسيط. البارت الثاني continue فالمستمر past لازم continue. يجي برضو ماضي. اوكي لانه I saw بصيرش استخدم مضارع مستمر. She is waiting for you، تقول لا خلاص She was No. waiting for you. Good job miss. مين اللي بحكي؟ إيناس. ايناس، برافو. All right. Thank you. You're welcome. Guys, let's take 10 minutes break. Look at exercise number 6.2. 6.2 بدنا نوفق بين الجمل على الشمال مع اليمين. اوكي هو حال 1 اللي هي when I got to the coffee، لما وصلت المقهى، مع F my friends were waiting for me، اصدقائي كانوا بينتظروني. يعني لما انا وصلت شو كانوا اصدقائي يعملوا؟ ينتظروني، يعني حدث بلب حدث يعني بنفس الوقت، مش بس وصلت بعديها اصدقائي انتظروني، لا. anyways حسب المعنى هي الشق الشمال هو عبارة عن past simple، والشق الأيمن هو عبارة عن past continuous، بس بدنا نوصل بناء على المعنى المنطقي. أوكي يعني أنا لما وصلت على الكافي بزبطش تقول but nobody was watching it، قواعديا صح، بس بالمعنى شو دخل، شو جاب لا جاب. تمام. Let's pause recording guys. Pause recording. This is very important, guys. How the exercise is very important. Thank you, Miss Aisha.
اوكي، فبدنا نختار الزمن، قلنا بناء يا على كلمات دالة، يا على استخدامات الزمن، يا على المعنى. إذا أنت واصل لمرحلة بالإنجليزي بالمعنى بتقدر تطلعها، that's perfect. أنا هذا هدفي. هاي الأربع أزمنة الداخلي معنا. إذا بتحل هذا التمرين كامل لحالك بضمن لك فول مارك بالجرامر. تمام. بدي أحل أنا أول ثنتين. أوكي جايز، هن محلولات بس بدي يعني أتفلسف فيهن شوي حتى نعرف ليش حلهن هيك. تمام. Number one, we can go out now. It isn't raining anymore. عايزة منحلها present continuous. Subject, it, is أو are أو am, مش was where, لأنه present continuous. ونفاها, it is not raining. طيب شو اللي خلاه يحلها هيك؟ أول إشي now معناته present continuous. Okay. Now, right now. تمام؟ ومبينه محادثة بين اثنين كمان، هاي شغلة إضافية. واحد بيقول we can go out now. It's not raining anymore. بطلت تشتي. Catherine was waiting for me when I arrived. Was waiting past continuous. اللي هو was where مع verb ing. وكاثرين السبجكت. ليش استخدمها؟ لأنه في when دالة. أوكي، وبالمعنى في حدث، حدث داخل حدث. When I arrived، لما أنا وصلت، كاثرين شو كانت تعمل؟ كانت تستناني، كانت عمالها بتستناني. Was waiting for me، يعني وصلت قبلي. أي صفحة؟ 203، مش 203 على البي دي اف فوق تكتبها، تكتبها قصدي يعني بتدور على 302، سوري مش 203، 302 دور عليها على الكتاب نفسه وليس على تقييم البي دي اف، لانه البي دي اف بكون عد الفهرس وعد الدنيا كلها. 302 سير باخر الصفحه. بس هاي المايك. اوكي جايز، So when دلتني. Okay guys. Okay, great. Can I see some hands? Let's start doing the exercises. Let's start doing the exercises, please. I want to see some hands. Come on guys, you know my number one rule. Don't be shy. I want you to make mistakes. I want you to make mistakes, guys. Miss Leanne, usually you participate. Miss Noor Salehi. Miss Rafa. Okay, Rasha. Open your mic. I am get hungry. Let us go and have something to eat. يعني okay, present simple. Present simple. أما the present simple هلا هو معطيك الفعل. get معناه ليش حطيتي am فعل ثاني verb to be. The present simple شو تركيبه؟ subject I plus verb. نعم يا اس يا بدون اس. ليش الام؟ الام والاز والار بس مع the present continuous او بيجوا لحالهم كجمله I am happy. تمام، بس شوفي مس، هي present continuous محادثة بين نعم شخصين، اتفقنا انه present. اوكي، ولما طب لما انت قلتي لي present simple، اي استخدام بال present simple؟ تكرار ولا حقيقة علمية ولا روتين؟ والله ما أعرف شفت لا let us go
اعتبرتها present simple ولا أني هلا حرجت فيها بصراحة. محادثة let's go present، بس هلا بدنا نعرف simple ولا continuous. ببساطة على معنى الجملة كاستخدام، the present simple بحكي لي عن تكرار، بحكي لي عن روتين، بحكي لي عن تعارف، بحكي لي عن أشياء زي هيك. واحد بيقول أنا قاعد بجوع، شو بتصير؟ I am getting hungry. I am getting hungry. I am getting hungry. Let's go and have something to eat. وهي تركيب الـ present continuous. I subject plus verb to be and plus verb ing. Okay. Plus verb تمام. ing. فاختيارك للـ present صح لأنه محادثة. Let's go. واحد بيقول له I'm قاعد بجوع. صح present. بس continuous لأنه مش استخدامات الـ present simple هاي. واحد حتى هاي إذا بتتذكروا استخدام الـ present continuous تبعها اللي هي starting. I am getting hungry. قاعد بجوع. بلشت أجوع بتزايد. No problem, Miss No. Okay. تمام. Continue, Miss Rasha. What are you doing in your spare time? Do you have any hobbies? أيوة. هاي هم حيرة بيها. هاي هلا اختيارك للبريزنت صح، فيش اشي دلك على لانه مبينه محادثه. هاي. اوكي. بس السبير تايم والهوبيز من استخدام ايش؟ يعني المعتاد المعتاد، الروتين، اشي اللي بتسويه هو دائما. simple سمبل بريزنت. present simple. بس بريزنت سمبل. what وشو are you do استني شو أداة السؤال بالبريزنت سمبل؟ اها what you are do in your نسيل الار والاز، نسيان. الار والاز قلنا هذول بس what you do للكونتينيو. شو أدوات السؤال بالبريزنت سمبل؟ what بعدين do لا وات تنسي فعل يعني يا دبليو اتش، يا دو النفي والسؤال، يا دوز داز، يا دو يا داز. والماضي شو أداة السؤال والنفي تبعها؟ خلينا نكتبن هون. did was did. والماضي المستمر شو أداة السؤال تبعها؟ was where، يعني السؤال والنفي. والمضارع يعني المستمر شو أداة السؤال تبعه أو أداة النفي؟ is not أو are not أو am not، صح؟ أو is he playing. هاي أدوات السؤال والنفي، نفس أداة السؤال أو نفس فعل المساعد تبع السؤال يستخدم نفسه للنفي. هذا القاعدة بنعرفها. طيب أنت قلتي لي present simple لأنه spare time routine وhobbies. do ولا does بتستخدمي؟ دو اليو بتاخد do ولا does؟ تاخذ داز لا what do you do. دو دو وات دو اوكي بنحط اول شيء اداة السؤال، قلنا بعديها بيجي السبجكت اللي كان بالعادي بيجي اول. السبجكت شو؟ يو. يو وبعديها شو بيجي؟ الفيرب. شو الفيرب بالجملة؟ اعطاني اياه. دو دو. وات دو يو دو طب الدو الاولى هاي شو؟ هاي الدو الاولى هاي اللي هي فعل مساعد. ايوه فعل مساعد تبع السؤال او النفي. ننتبه هاي مش الفعل، هيو الفعل. What do you do in your spare time؟ شو بتعمل بوقت فراغك؟ اوكي قاعدين نسأله عن روتين، عن عادات، عن هوايات. Do you have any hobbies؟ عندك هوايات؟ اوكي مس رشا، جود جوب. مس رفاء، نمبر 5. Yes, teacher. The weather was horrible when we're arriving. اوكي. It was cold and it rained hard. اوكي. هلا يعني تفكيرك منطقي، شفتي وين؟ Okay. وقلتي when we were arriving. بس arriving قلنا هذا الفعل بزبط على استمرارية؟ لا يا وصلت يا ما وصلت، مش قاعد بتوصل، هاي قاعد بتوصل ما صارت. where arrived Yes, when we arrived. When we arrived. arrived
arrived. Okay, miss? Okay. It was It was cold cold and and it and was raining. good job. هاي بتزبط. Yeah, and Yeah. it was raining hard. It was طب ليش arrive ما استخدمتيها arriving miss؟ أنا في يعني الأول أنا لما أمس كنت arriving عشان لقيت كلمة وين، لكن حاليا بالضبط وين هيها تحققت هون مش مشكلة بس مش دايركت لأنه arrive كفعل ما بزبط حتى لو الجملة خلصت هون قلنا وين بتدلني أوكي عليه بس قلنا في أفعال ما بتزبط أعمل لها استمرارية هلأ صح إن فعلين يعني جزئين الجملة بس يعني arrived خلاص ما بزبط لها استمرارية أوكي raining بزبط عملية الرينينج good job okay Miss Rafat do the next one لويز يوجوالي معناها present simple. بالضبط phone me on phones بالاس لانه لويز good she. job verb مع s هاي بدي احطها هون بتصير phones me on Fridays but but she don't she does not phone last Friday. last Friday اي زمن Last Friday passed. past past simple صح Yes, طيب the past simple اها did not yes good phone job she did not in phone Friday. last Friday ما دقت ليش الجمعة الماضية good job she did not أداة النفي والسؤال هاي أداة النفي وأداة السؤال بالماضي بسيط did وهاي أداة النفي وأداة السؤال بالبريزنت وهاي أداة النفي وأداة السؤال وهاي أداة النفي وأداة السؤال good job حلتيها كلها صح برافو next رفاء Yes, teacher. انت نفسك رفاء Where? لا شوي شوي معلش معلش سوري يا رفاء إيناس Okay, teacher. Number seven. نمبر When 7 I looked, saw you. I think this passed. يس اكيد باست ليش اكيد باست سو So when I اكيد lost you, you هسه think بدك it تعمل was الشق الثاني yes. past simple you thought of moving ولا past Oh. continuous you were thinking No, you were thinking on moving good job you no. were thinking on to move So مع I انه don't ما like في وين بالنص بس في وين بالاول يعني في حدث فايت بحدث في حدث صار أثناء حدث أوكي You were thinking. you were thinking good job كمليها You were thinking of moving to a new flat. أوكي هسا جوابه بي بده يجاوبه There is right, but in the end, I decide. I decided Good to job. study. To stay when I was. Where I was, when محل ما كنت. Yeah, I was sorry. Good job. Thank you. Who's next? Miss مريم. مريم كنت معنا بالأول شاركي. شوي أنا في طلاب والله مشتاق لهم. أستاذ عمار تقدر تفتح المايك؟ أستاذ عمار
شكله بيقدرش يفتح المايك. أستاذ طارق، طارق جواد. نعم أستاذ. Please, can you do أي number 9? واي واي يو ار لوكينج واي دو يو لوكينج ات مي لايك ذات وات ذا ماتر. اوكي، هلا هاي مبينه بريزنت صح؟ محادثه صح. صاحب بقول لواحد ليش بتطل؟ فاول شيء انت اخترت البريزنت، بدك تختار بريزنت كونتينيوس ولا سمبل؟ سمبل. صح سمبل استاذ. البريزنت سمبل استخداماته يا استاذ طارق تكرار، اشي بصير دائما، هوايه، روتين وحقائق. هاي تكرار أو إشي بيصير دائما، هاي حقائق، لا هاي إشي قاعد لا ما بيصير بتزن. بس وبس. فبتقول له why are you looking at me like that, why, وتركيب السؤال بالـ present continuous. Why are هذا السؤال looking؟ شو بالـ present continuous is are am, والـ you بتاخذ إيش are صح, صح so صح are بعد ال R بيجي انا السؤال. على السمع عم اقول كنت واي ار، رجعت انت تربطت. بالضبط بالضبط، بس استخدمت معها دو تبعت صح ذات السؤال، هذا الغلط. بس انت بدايتك صح، كانت why are you looking at me looking ال verb مع ing like that. like that. What's the matter? What's the matter? ما الخطب؟ No problem, Miss Hana. Okay. Rafa? Yes, teacher. It's usually dry here at this time of the year. It does not rain much. Good job. Usually, يعني present simple. Okay. ورحتي على أدوات السؤال والنفي. أداة النفي لا it. It does not بتاخذ صح؟ Yes. Good job, Ms. Rafa. Next, Ms. Tuqa, are you still with us? إيناس نمبر which number? كن Number 10. I yes. waved to Ben, but he didn't see me. He did not look at my direction. He did not look Look in at my my direction. direction. طيب I waved to Ben, he didn't see me. He was not because he was not looking in my direction. No direction. He was not looking in my not direction. شوفي هاي لو حلتيها على الجهتين صح. He did not look in my direction أو he was not looking in my direction. مش غلط الثنتين قواعديا عادي حتى كمعنى واصل. Miss Maryam, number 11. Yes, teacher. Number 11. Lisa was busy when we went to see her yesterday. She had an exam today and she was preparing Good job. for it. She was preparing for it. Yes, we didn't want to disturb her, so we didn't stay very long. Bravo, Maryam. كله صح. So Lisa was busy when we went to see her yesterday. She had an exam today and she was preparing for it. We did for it. We did not want to disturb her, so
We did not stay very long. Okay, يعني عندي واحدة بس continuous, past continuous, والباقي simple, simple, simple. Okay? Okay. Last one, Ms. Rafa, رقم 12. When I first was telling Tom what happened, he did not believe me. He did not believe me. He was thinking he اوكي was اول شيء thinking اول شيء مس احنا بالباست صح عشان what happened yes happened yes اتفقنا انه past لا بس بدك تشوفي انت بدك تحطي past simple او past continuous اوكي simple اذا okay كان بس جمله بالماضي البسيط يعني شيء حصل وانتهى continuous اذا فعل فيه استمراريه اوكي تعالي نشوف when I first اخبرت When I first talk, Good job when I first told Tom what Tom, happened. what He happened? He did not believe. Good job. He did not believe me. Did not believe me. Okay. He think شو بتصير؟ He was thinking. He was thinking that I was joking. Oh, he thought I was joking. بدنا واحدة إحنا معناها واحدة continuous يعني simple, simple, simple. وهنا continuous that I was joking. I was joking. Okay, Okay. joking تحتمل الاستمرارية. Thinking تحتمل الاستمرارية لكن مش بمعناها هون. هون شو معنى think؟ يعتقد يعتقد. ما بتزبط يعتقد استمرار. بزبط واحد قاعد بعتقد أنا؟ لا أما لو إجت بمعنى think يفكر تزبط. I am thinking about it. عمالي بفكر بالموضوع. أما يعتقد ما في استمرارية. Okay, good job. مع ان بس بدنا واحده continuous past continuous. برافو جايز. جايز I'm gonna send you extra examples like this. هيك خلصنا قواعد الكورس كامل التنسز مش الجرامر التنسز الازمنه اللي راح تاخذوها بس هن هدول الاربعه. بدي تتمكنوا منهم 100% تعرفوا استخداماتهم تعرفوا متى نستخدمهم. اليوم اخذنا الباست كونتينيوس. الباست كونتينيوس شو؟ متى نستخدمه؟ لما حدثين عندنا بالماضي واحد حدث أثناء واحد. واحد بكون past simple واللي حدث أثناءه أو خلاله أو بفترته هو past continuous. زي لما قلنا بلشت دراسة على 10 خلصت على 1 على 11 شو كنت تسوي؟ عمالي أدرس. أوكي؟ اليوم أخذنا هذا وهيك خلصنا. نعرف نكون سؤال مطلوب منك وجملة نفي للأربع أزمنة. هاي أدوات الأسئلة وجمل النفي، تركيب الجمل الإيجابية كتبناها أكثر من مرة لكل زمن. راح أبعث لكم examples زيادة زي ها اللي هي ما بتقول لك حل بناء على الزمن الفلاني، لا اللي بيجي بقول لك حل بناء على المعنى أنت شو بالزمن اللي حاب تستخدمه. تمام؟ وبالحالة هاي ممكن أمرات أن يكون عندك مش أكثر من جواب صح، لكن الغلط مش غلط قواعدي يكون غلط بالمعنى. وهون أنت بتقوى باللغة وهون بصير استخدامك للقواعد صح. قواعد الكل بيعرف subject plus verb مع s، لكن شو معنى الجملة الفعلية؟ ليش استخدمناها هون؟ إحنا اللي نتمكن منه. فتوقعوا الهومورك مني guys على الطريقة هاي. راح يكون هومورك مجموعة أمثلة. هل انت بناء على فهمك مش انا محدد لك الزمن. اتوقع صرتوا بتعرفوا لما تشوف نات يعني بده نفي.
السبجكت هو بيكون معطيك اياه، ومش معطيك اياه بيكون قبل موجود، يعني نفس النمط. الامتحان والله لسه ما حددوه الفاينل، اول ما يحددوه بخبركم. pause recording